بقرار من الإدارة العامة لأجيري بارت وبعد التشاور قررت هذه الأخيرة إعادة فتح الملفات القديمة للعصابة مع التركيز على النقاط التي لم يوصل فيها إعلامها. تواصل أجيري بارت كشفها للفساد الذي ضرب الجزائر في عهد العصابة، هذه المرة مع عبد القادر زوخ الذي بقى طويلا في السلطة على رأس ولاية الجزائر. فقد قدم عبد القادر زوخ شقق فاخرة ودوبلكس لبعض القادة الجزائريين ومنهم ضباط كبار في الجيش الجزائري مثل قائد الدرك الوطني السابق غالي بلقصير أو مدير السابق للمواد البشرية في وزارة الدفاع الوطني مقداد بن زيان. ومع ذلك وعلى الرغم من أدلة الدامغة وممارسته الفاضحة ظل عبد القادر زوخ سنوات في السلطة دون أن يجرؤ أحد على إقلاقه، فهذا الوالي لم يتزحزح من منصبه رغم كونه أحد أعمدة نظام الفساد في نظام بوتفليقة. بينما تلاحق العدالة علي حداد وأصدقاء آخرين للسعيد بوتفليقة فإنها لم تحرك ساكنا للمطالبة بالمساءلة عن هذا الوالي. ولم يتوانى عبد سمار عن الإشارة أخيرا إلى أن فضيحة الفساد هذه تم العثور عليها وكأنها مصادفة بين قضاة محكمة بيرموند رايس وهي نفس المحكمة التي حكمت على علي حداد. والجزائر عبد القادر زوخ خائف، بل خائف جدا حسب ما علمت مصادر موثوقة قريبة جدا من حاشته، فالحركة الاحتجاجية 22 فبراير جعلته يسقط من منصبه كوالي للجزائر، لكن هل يتم محاسبته ومتابعته؟ ولسبب وجيه يخشى زوخ من تتسرب ملفات معينة من الفساد وسوء الإدارة وتحط بين هؤلاء القضاة الذين يتمردون على إملاءات كبار المسؤولين في النظام. ولا شك أن القضية الأكثر إثارة تتعلق بهذه التعاونية العقارية التي تقع على مستوى برج الساحل، التعاونية الواقعة على هضبة النص أو ريسو سابقا خلال الحقبة الاستعمارية في بلدة القبة ذات منظر بانورامي على خليج الجزائر العاصمة بالكامل أمام مقام الشهيد. وتضم هذه التعاونية العقارية شققا فارقة للعديد من الشخصيات المؤثرة والقادة السياسيين، ومع ذلك تم إنشاء هذا التجمع العقاري في إطار غير قانوني تماما ودون احترام للوائح تحكم تخطيط المدن في الجزائر. أين حاول المسؤولون المحليون المنتخبون في القبة وحسين داي كل شيء لمنع هذه المضاربة العقارية التي نهبت المساحة الخضراء والغابة لصالح طبقة من كبار القادة؟ لكن لسوء الحظ كان الوالي زوخ هو من أساء استخدام سلطته للتسطر على الأنشطة الغير القانونية لمروجي هذه التعاونيات العقارية. وكانت أجيري بارت قد نشرت سابقا تحقيقا كاملا مدعوما بالوثائق تتعلق بخصائص وعموميات فضائح الفساد. هذه التحقيقات أدت إلى اعتقال رئيس التحرير عبد سعمار تعسفا في سجن الحراش. وأرادت السلطات الجزائرية خنق الانكشافات المحرجة لأجيري بارت لأن المستفيدين المحظوظين من الشقق الفاخرة من هذه التعاونية العقارية التي كان يحميها زوخ يحتلون مناصب حساسة على أعلى قمة للدولة. ومن أمثلة على ذلك زوجة قائد الدرك الوطني السابق الجنرال غالي بلقصير، في الواقع زوجته التي كانت رئيسة محكمة تيبازا فاتح بوخارس وهي الآن وزوجها هاربان، وهي صاحبة الشقة دوبلكس أنيقة للغاية في هذه التعاونية التي أقيمت بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك يمتلك المدير السابق للمواد البشرية في وزارة الدفاع الوطني الجنرال مقداد بن زيان شقة جميلة في هذا السكن الفاخر، إلا أن هذا الجنرال من بين الشخصيات الكارثية الذين أقاموا علاقات خطيرة ومريبة مع المثير للجدل كمال البوشي المشتبه الرئيسي في فضيحة كوكايين وهران والذي حكم عليه مؤخرا في قضية استغلال النفوذ في العقارات. كما أقيل الجنرال بن زيان من منصبه بعد فضيحة الكوكايين غير المسبوقة. كما أمنت هذه الشخصيات لعبد القادر زوخ حماية لا تشبوها شائبة مما سمح له بالبقاء لفترة طويلة لا يتزعزع على رأس ولاية الجزائر.
ولأن الوقت يتغير وبعد هروب الجنرال بلقصير وزوجته أصبح عبد القادر زوخ الوالي السابق للجزائر دون حماية، فهل يتحرك القضاء لمحاسبة هذا الرجل الفاسد؟